السلام عليكم تاني معايا. هاي اي يا دكتور، مع حضرتك. طيب احنا هنا هنبص على ايه اللي بيحصل في البي سي تي، ايه اللي بيحصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيوت. هنلاقي فيه ست حاجات كده. احنا عندنا اول حاجه جنرالي كده بنحب نقول ان احنا 65% من الري ابزوربشن، العمليه الري ابزوربشن ان جنرال بتتم في الايه البروكسيمال كونفوليوتد تيبيوت. دايما المؤشر بتاع مين؟ الميه والصوديوم، هو بيحصل لهم بنسبه 65%. طب الريت بتاعنا بيعتمد دايركتلي على الجي اف ار، على الجي اف ار. ايه هو الجي اف ار؟ ها اللي هو ايه اللي هو لسه قايلينه دلوقتي، اللي هو عندنا الديفينيشن بتاعه هنا، اللي هو كميه اللي تم ترشيحها من البوث كيدنيز بير مينت. كميه اللي تم ترشيحها من البوث كيدنيز بير مينت اهي نورمال اوف اماونت اوف فلتريت formed per minute by two kidneys او both kidneys combined together مع بعض بيطلعوا لي 125 مللي. تمام، 125 مللي دول 65% منهم تمام ببتدي اعمل لهم ري ابزوربشن. لو احنا نحسب عشان الرقم يبقى يعني كبير في دماغنا، 180 لتر في اليوم على مدار اليوم كله، 180 لتر 65% منهم بعمل ري ابزوربشن للووتر وللصوديوم. تمام، وبعدين ايه المواد هنا بقى نقط كده محدده، ايه المواد اللي هي كومبليتلي بيتم اعاده الامتصاص ليها زي الجلوكوز، الامينو اسيدز، الالبومين، الفيتامينز. تمام، دول المواد اللي هي بيتم اعاده امتصاصها. لو نبص على الصوره اللي فوق اللي هنا اورجانيك ماتيريالز، اورجانيك ماتيريالز اللي هي المواد دي يتم اعاده امتصاصها تماما. في مواد بقى بارشلي ري ابزوربد، يعني جزئيا بيتم امتصاصها، اللي هو الصوديوم والووتر، لان احنا بنباس يورين بيبقى فيه ووتر وفيه صوديوم وفيه يوريا. طبعا يبقى احنا هنا دول بارشلي ري ابزوربد، يبقى في حاجات بيحصل لها ري ابزوربشن تماما 100% وحاجات بتبقى جزئيا. السبستانسز اللي هي نوت ري ابزوربد اللي هو زي الكرياتينين، الكرياتينين ده ما بيحصلش ايه بيبقى نوت ري ابزوربد تاني، لانه ماده من المواد بتنتج عن عمليه الميتابوليزم وبقى اتخلص منها مش عايزها. تمام، والبارا امينو هيبيوريك اسيد ده واحد من الحاجات دي، والانيولين ده واحد من الحاجات اللي بتستخدم في التجارب. بنستخدم في التجارب لما اجي احسب نسبه لو في تجربه يعني اكسبيرمنتال بره وعايز اجرب اشوف، او كان زمان بيستخدموه لقياس وظيفه الكلى، كان يحقن ماده الانيولين دي وتشوف هتترشح كميه منها قد ايه كل دقيقه. فكانوا بيلاقوا ان هو لو بيترشح مثلا 125 مللي بمعدل 125 ملي كل دقيقه، هيبقى معناها ان هو ان الكدني دي شغاله بوظيفه مظبوطه 100%. ليه؟ اللي بيستخدم ماده زي الانيولين، هي انيولين مش انسولين. تمام، انيولين. ليه بستخدم الانيولين؟ لان الانيولين لا يتم انتاجه داخل الجسم ولا يتم اعاده امتصاصه، يعني انا بديهولك بس من بره وبشوفك هتطلع منه قد ايه. اللي هتطلعه ده هو ده معناها الكليه بتطلعه بالمعدل في الدقيقه، بشوفك بتطلع قد ايه المعدل بتاعك، يبقى هو ده الكليه اللي بتعمل ترشيح لاي ماده جواها بهذا المعدل. طيب السكريشن تم عمليه الافراز هنا بتتم لمين؟ للهيدروجين والامونيا والبنسلين، ده واحد من الادويه، والبارا امين هيبيوريك اسيد حاجه من الحاجات اللي بتبقى من الاسيدز اللي بتبقى موجوده جوه الجسم. اللوب اوف هينل وده وظيفته الاساسيه ايه يا جماعه؟ مينتين وكرييت الاوزموتيك بريشر جوه الكليه. تمام، هو بيحافظ على الايه المينتنس والكرييشن اوف ذا اوزموتيك جراديانت او الاختلاف في التركيز الالكترولايتس داخل المظله جوه الكليه، فبالتالي بيساعد على عمليه الامتصاص. النقط المهمه في اللوب اوف هينل في اللي هي لوب دي على شكل على اساس ان هو شكل حرف يو كده. تمام، اللوب ده بيعمل ايه؟ بيبقى بيرميبل تو ووتر، لان الديسندنج لامب بتاعه ده الديسندنج اللي نازل بيبقى بيرميبل تو ووتر، وده ريليتيفلي امبيرميبل تو سولت، بيبقى ما فيش منه سولت بتعدي خالص، وبالتالي احنا بنقول ايه؟ سيفنج ووتر باسنج سولت، يعني بيحافظ على الميه بيرجعها لكن بيسيب السولت يمشي. العكس بقى في الاسندنج، لا هنا هو الووتر اونلي على الصوره كاتبين ووتر اونلي، وهنا ما فيش اي اماكن لنتوءات عشان تبقى في ريسبتورز، كلها فينستريشنز فتحات تساعد على دخول الميه فقط، لكن ما فيش اي اماكن
يتحط عليها الريسبتورز اللي بتاعه الايه الالكترولايت. لكن نيجي في الاسندنج هنلاقي ايه كلام اختلف شويه، هتلاقي هنا الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم في الصوره تمام، وهنلاقي هنا اهو شوف ادي في ايه، في هنا ابتدت النتوءات تظهر اللي هي النقط دي، النقط دي اللي هي بيبقى عليها الريسبتورز بتاعه الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، دول بيحصل لهم ري ابزوربشن من الجزء ده ويبقى اكتفلي بامبد من على الجزء اللي هو البيزولاترال عشان ترجع ليه السيركيليشن تمام. وهنا بيبقى امبريمبل تو ووتر يعني غير نفاذ للميه، ولكن اكتفلي ترانسبورت الايه الصوديوم كلورايد وقلنا بعض الشيء من البوتاسيوم، وبالتالي هنا بعمل العكس بقول ان انا بعمل ايه، بعمل سيفنج للسولت باسنج للووتر يعني بحافظ على الملح وبمرر الايه الميه. ده بالنسبه للاسندنج لام. في الديستال كونفوليوتد تيبيولز بقى اللي احنا قلنا تحت تاثير الهرمونات اللي كنا اتكلمنا عليها واحنا في الصوره اللي فوق، بنلاقي الصوديوم بيبقى ري ابزوربد هنا من وتحت تاثير الالدسترون، وفي هرمون تاني بيسمه الاتريال الاتريال ناتيوريتيك بيبتايد الاتريال ناتيوريتيك بيبتايد، هو ده اللي بيبقى مؤثر برضو في اعاده امتصاص الصوديوم تمام. دول الاثنين اللي بيعملوا ري ابزوربشن اوف صوديوم وبالتالي ري ابزوربشن اوف كلورايد، وبيبقى فولود باي الابزوربشن اوف ووتر، ده بيبقى ماشي باسيفلي وراه تمام. وعشان كده احنا لما جينا في الصوره اللي فوق لما شفنا قلنا بيبقى فاريبل، فاريبل ده يعني بيتغير حسب حاجه الجسم. انا محتاج الصوديوم ده لان عندي نقص في الصوديوم، عندي جفاف، فقدت ميه عن طريق العرق كتير جدا او كده، او ضغط واطي، جسمي على طول يبتدي يحافظ على الصوديوم ده، يعمل له ري ابزوربشن، ينزل الالدسترون، يعمل ري ابزوربشن للصوديوم، يعمل ري ابزوربشن للكلورايد، يعمل ري ابزوربشن للووتر عن طريق الالدسترون والاتريال ناتيوريتيك اسيد تمام. جاي عكسه معايا مش عارف ملخبطه معايا. الكلورايد هنا طبعا باسيف، وهنا الصوديوم يبقى ايه اكتف. خلاص احنا لازم نبقى مركزين في الحته دي شويه. هنا الووتر بقى اجمالا ليه كده ايه اللي بيحصل في الامتصاص، هنا تحت تاثير الجراديانت بتاعه تركيز الميه او كميه الميه بيمتص 65% الصوديوم بنسبه 65 مع الووتر بنسبه 65. وهنا في ال LH في الديسندنج بيبقى في 15%، في الاسندنج مفيش، وبالتالي هنا في الدي سي تي في الديستال كونفوليوتد تيبيولز بلاقي الالدسترون بنسبه 5% وتزيد حسب الايه، ممكن تبقى 7 ممكن تبقى 10 ممكن تبقى 3 ممكن تبقى مفيش حسب وجود الالدسترون اللي هو بيعمل اعاده امتصاص للصوديوم وبالتالي يعمل اعاده امتصاص للايه الكلورايد وبالتالي يعمل اعاده امتصاص للووتر. لكن نيجي في الكولكتنج داكت اخر جزء اللي هو تحت تاثير الانتي ديوريتيك هرمون تمام او الفازوبريستين اللي هو بيفرز من البوستيريور بيتيوتري جلاند، دول بيعملوا اعاده امتصاص للووتر وبالتالي يحافظ على نسبه الميه جوه الجسم، لان هنا انا ببتدي اعمل كونسنتريشن لليورين قبل ما يخرج قبل ما افقد الميه دي كلها، لان لا راجعه فيها مش هيحصل لها رجوع. هنا بالنسبه للصوديوم هتلاقي ادي دلوقتي الري ابزوربشن اوف صوديوم في اللوب اوف هينل، في الاسندنج لوب اوف هينل ممكن اوصل لنسبه 25%، ده ما فيش فيه مش تحت تاثير ممكن مش تحت تاثير اي هرمونات نو افكت اوف ايه اوف هرمونز تمام. اجي في الصوديوم في الري ابزوربشن في الديستال والكولكتنج داكت ايه بيبقى تحت تاثير 8%، وممكن زي ما احنا قلنا اتفقنا قبل كده بتزيد او تقل ايه بيبقى حسب نسبه الهرمون اللي نازله، في الدسترون كتير، في اتريال ناتيوريتيك بيبتايد كتير، هدول هيبتدوا يعملوا ري ابسوربشن بنسبه كبيره وتزيد معاهم الريسبتورز اللي هتساعد على عمليه الامتصاص. طبعا هنا بالنسبه للووتر ري ابسوربشن احنا خلاص قلناها بالنسبه نفس النسب اللي فوق، تتغير النسب دي حسب الايه الاحتياج بتاع الجسم. طب الجلوكوز يا جماعه بتتم ازاي في العمليه دي؟ بتتم ان احنا قلنا الجلوكوز 100% بيحصل ايه كومبليتلي نورمال كومبليتلي ري ابزوربت في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز، مفيش اي جلوكوز بيباص في اليورين، لو باص في اليورين يبقى في مشكله في عمليه الري ابزوربشن. طيب البوتاسيوم
reabsorption and secretion. ال reabsorption بتاعة 95% reabsorbed من ال proximal convoluted tubules, وبعد كده بيحصل reabsorption زي ما احنا اتفقنا في ال ascending loop of Hennel, ممكن اعمل اعادة امتصاص لجزء منها, وبعد كده في secretion مع الصوديوم reabsorption تحت تأثير الالدسترون اللي هو موجود فين؟ في ال distal convoluted tubules. طيب في برضو البوتاسيوم والهيدروجين secretion بيكمبيت مع بعض في الصوديوم reabsorption لما بكون اعمل adjustment الاخراني اللي هو موجود في اخر جزء. طب اليوريا 30-50% passively reabsorbed. طب البايكربونات هنا most of the filtered هنا بيبقى 99% reabsorbed mainly in the proximal convoluted tubules. يبقى انا لو جيت بصيت كده على البوتاسيوم هتلاقي هنا نسبة 95% reabsorbed فين؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز. طيب والبايكربونات خمسة ايه عندنا 99% ري ابزوربد فيه, يبقى مين سايت اوف ري ابزوربشن اوف بايكربونات اند بوتاسيوم ان ذا بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. تمام الجمله اديني قلتها. طيب نيجي نبص على اللي هي ذا موست او هنا موست اوف ذا بايكربونات, most of bicarbonate and potassium reabsorbed in the proximal convoluted tubules. تمام كلام very clear. تمام الجزء اللي هو برضه النقطه اللي بتك عليها تاني اللي هي الهيدروجين secretion. Hydrogen is secreted by primary active transport at the luminal border في الـ ATPase carrier ولا يتم إعادة امتصاصه, مفيش reabsorption للـ الهيدروجين. واحد يقول لك ايه هي البيزولاترال, الصورة دي هنا دي اسمها اليومينال, يعني الأنبوبة دي كده شايفها الناحية دي كده اسمها بيزولاترال, يعني اللي هي بره لاترال للخارج, واللي جوه هنا اللي في السنتر دي اسمها اليومينال. اهي ادي اليومين يعني التجويف الداخلي, تجويف الأنبوبة اليومن, واللي بره هنا ده